ساقط الشعر الوراثي. كثير منكم يظن أن مدام أن التساقط الشعر أو الصلع اللي عندهم أو بداية تساقط الشعر أو بداية الصلع بما أنه وراثي إذن لازم نتعايش معاه، وهذا الشيء ما له علاج، وبالعكس له علاج وعلاجات كثيرة وعلاجات فعالة أيضا، بل أن بالطب أفضل العلاجات اللي طلعت والإف دي أبروفد هي لعلاج هذا النوع من تساقط الشعر. أفضل العلاجات اللي اخترعها الطب هي أصلاً خاصة لعلاج تساقط الشعر الوراثي اللي وارثينه، لأنه مرتبط بالهرمونات، فبالتالي العلاجات الفعالة كثيرة وبذكر بعضها. أوضح لكم شغلة، بعض المراجعات أول ما أكشف على شعرها على طول أقول له عندك تساقط شعر وراثي، تقول لي شلون عرفت أنه وراثي وأنت ما سألتني عن أهلي ولا على أبوي ولا أمي، كيف تقول وراثي؟ يعني المفروض تسألني عن شجرة العائلة، يعني كيف حددت انه وراثي؟ الاجابه كالاتي: لما نقول وراثي نقصد فيه هرموني، ولما نقول هرموني نقصد وراثي، ولما نقول وراثي نقصد هرموني، اثنينهم واحد. حتى بالانجليزي او مصطلحيا اللغه في الطب نسميه اندرو جيناتيك الوبيشيا، اندرو جيناتيك، اندرو يعني شيء مصطلح هرموني وجيناتيك وراثي، فاندرو جيناتيك، فلما يكون وراثي يكون هرموني، من يكون هرموني يكون وراثي، نفس الباثوي، فنعتبرهم واحد. فلذلك مرات يكون الشخص مثل أبوه وأمه ما فيهم صلع، لكن ممكن يكون جده، ممكن أبو جده يكون، فالجينات تكون نايمة وصحت على رأسه، فنايمة طول هالفترة وصحت على فروة رأسه، لذلك يصير في تساقط شعر هرموني. فإحنا لما نقول هرموني نقصد وراثي، لما نقول وراثي نقصد هرموني. طبعا تساقط شعر هرموني مو فقط الوراثي اللي يسببه، أيضا تكيسات في الرحم في المبايض عفوا تسبب تساقط شعر هرموني، بعض الأدوية ممكن تسبب، خاصة الأدوية اللي فيها هرمونات، وفي أسباب أخرى كثيرة ممكن تسبب تساقط شعر هرموني أيضا. فلذلك فهذا الكلام بس نقوله أول شيء، أول ثواني بس نوضح للمريض أو المريضة أن عندك تساقط شعر هرموني أو هرموني وراثي، أو عندك تكيسات تسوي فحص، أو نسأل عن الأدوية أو الأمور هذه، بعدين نبدأ العلاج، فترة علاج نعالج كل شخص على حسب درجة تساقط شعر هرموني وراثي عنده. يعني في بعض العلاجات مانداتوري، في بعض العلاجات يعني تعتبر اوبشنال، على حسب كل شخص وحالته. ما اقدر اعطيكم الحين شنو العلاج حق تساقط شعر هرموني مره واحده كذي، كل شخص وحالته. تقدرون تستخدمون حبوب اول شيء المثبطه للهرمونات تعالج الشعر، مثل البروبيشيا وغيرها من العلاجات الثانيه اللي ما في مو مجال ذكرها اليوم، لكن في علاجات هرمونيه كثيره نوصفها للمرضانة تعالج تساقط الشعر الوراثي. ايضا نقدر نستخدم بخاخ المينوكسيديل، علاج معتمد جدا لهذا النوع من التساقط. ايضا زراعه الشعر يعتبر حل جذري وفعال لتساقط الشعر الوراثي. نقدر نستخدم ايضا علاجات اخرى مسانده، مش اساسيه لكن مسانده، مثل البي ار بي والخلايا الجذعيه. والطب ما زال يعني قاعد يفاجئنا بشكل سنوي في علاجات كثيره، من ضمنها بخاخات المينوكسيديل بدت تنعطى للمرضى، طبعا ما نزلت في مناطقنا لكن بدأت تنعطى للمرضى على شكل أقراص، فبالتالي بدأ لا تبخون ست بخات مرتين في اليوم على الفروة، قريبا إن شاء الله راح تستخدمون هذا العلاج على شكل أقراص، بالتالي ما تعانون من مشكلة الالتزام اليومي بالبخاخات. إذا شفتوا أن هذا الفيديو فاتكم لا تنسون لايك وسبسكرايب، عدد اللايكات تعطينا دليل وعلامة وإشارة منكم لنا أن نستمر في هذه الفيديوهات ونسوي فيديوهات أكثر. شوفكم على خير.